أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة 14 من المنتدى الفكري للمركز تحت عنوان الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة. تهدف الجلسة لوضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في ضوء مستجدات التصنيع القائم على التقنيات التكنولوجية والابتكار، وبما يكفل بزيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصري. شهد وزير البترول والثروة المعدنية والري والموارد المائية شهد مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون تقوم بموجبه وزارة الري بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التي ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق. وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا على أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء في صعيد مصر أو في منطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي في تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية، ومشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي لاستخدامها مرة أخرى في كافة الأنشطة البترولية، وذلك حفاظا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022-2023، وخلال الاجتماعي الأول للعام المالي الجديد 2023-2024، أعلن المجلس أن إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية تخطى لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه بنسبة زيادة قدرها 78% عن العام المالي 2021-2022، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها. أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات وصولاً إلى أقل عدد ممكن من المستندات لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وفقاً لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية مصر 2030. هذا ويساهم القرار في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين من أجل جذب الاستثمار وتوطينه. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج الجمركي عن 276 ألف طن مستلزمات أعلاف ذرة وفول صويا بحوالي 116 مليون دولار خلال الفترة من 25 من أغسطس الماضي وحتى 7 من سبتمبر الجاري. شمل الإفراج 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار و23 ألف طن من فول صويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وإضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار، بذلك يبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 من سبتمبر الجاري 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار. حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية جلسة اليوم مدعومة بعملات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي تعاملات عند مستوى تريليون و303 ملايين جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 92% ليبلغ 19540 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 69% ليبلغ 3839 نقطة. شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 73% ليبلغ 5649 نقطة. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط بدعم من توقعات الشح المعروض من الخام خلال بقية العام الحالي، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.51% لتبلغ 93 دولارا و27 سنتا للبرميل.
بالرقم، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% لتبلغ 89 دولارا و85 سنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 45% لتبلغ 3.45 دولارات للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.28% لتبلغ $2.07 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف مكتب الإحصاءات الألمانية الاتحادية عن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 13.8% في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022. عز المكتب الحكومي في تقرير له هذه الظاهرة المقلقة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم. وذكر المكتب أنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة، ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5% مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، ومضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس ب 13.9 مليار يورو.